كنتي حابة تعملي شغلة كتير بس صار شي تاني؟ قصدي بتفكري انه هالشغلة صح بس قلبك بيمنعك وبيقلك انه غلط. بعتقد انه أبي عم يحكي عن براقية هلأ، وشكله محتار اذا لازم يتزوجها لتنو ولا لا. جاوبيني هلأ، بما انك عم تصارحني وتحكي لي، لكن اذا بتريد قلي عن مين عم تحكي. لا بشكل عام. بشكل عام؟ لكن لا تخاف، بتصير مع كل العالم. شو قصدك يعني؟ احكي. قصدي انه هالشغلة بتصير مع البنات والشباب، الموضوع عادي. انا بعرف انه بالعادة بيقولوا انه البنات اللي بيتوتروا قبل العرس مو الشباب، بس بالحقيقة الشباب بيتوتروا كمان. صدقني تعرف، واحيانا من التوتر بيدق القلب. بس ليش ايديك كتير باردين؟ ابي انت منيح؟ طيب أخي حاول تروق، أكيد بتكون متوتر لأنك رح تحمل مسؤولية كبيرة من بعد اليوم، عم تعمل شي جديد بحياتك، ولهيك طبيعي تكون خايف. بالنهاية هي أول مرة بتتزوج أخي. لا تخاف، كل شي عم بيصير معك عادي. تتذكر أبي كنت متوتر كتير بأول حفلة إلك، كنت قلقان من كل شي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً.